قال لي انا راهن عندك بيتي اللي ساكنته حرمتي زهور. وانت السادة راهن عندي بيت ام خالد كمان، يعني البيتين. انا عملت هيك وكله مسجل بالعقد عندي، وحتى وراء المالكانات كلهم معي. قول غير الحكي. لك ليش انت ما اشتريت المالكانة اللي قلت لي انها لقطة؟ لا ما اشتريتها. وليش بقى؟ مو على اساس انت اخذت مني المصاري مشان هذا الموضوع؟ مظبوط، بس حدا ما حكولي انه بعد الحادثة نسيت وين حطيت المصاري. لا 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 ما بيجوز. هذا البيت، هذا البيت كمان انت راهنه؟ ولك والله ما بعرف، هيك عم يقول مايو. لا حول ولا قوة الا بالله. واخرها يا مام. ليك وين عم يضحك عليك مهيوب ابو خالد؟ ليك شو يضحك علي؟ شو ولد صغير انا؟ ايه يا بي هيك القصة مبينة، لأنه أنت من وين جبت كل هالمصاري؟ هلا بس فهموني شو رح يصير؟ أنا ليش مثل الأطرش بالزفة؟ أنت عيريني سكوتك مشان ما هرم لسانك ها؟ مهيوب عم يقول إنه بيان 15 يوم، إذا ما رجعنا له المصاري رح يصيروا البيوت بالحق. روح يا مو، روح أنت بذات نفسك، اتأكد إنه طابوا من مهيوب، روح الله يرضى عليك. يا مو طبعاً بدي أتأكد. طبعا بدي اتاكد، بس اذا ما التقوا المصاري نحن تبهدلنا على الاخير. لا بطلعوا فيها. ولك ماني متذكر، والله ماني متذكر شيء. معقول عملت حالي حبلة لحتى أخذ البيت بيقوم يطلع راهنه؟ أنا عم زاير أبو خالد لحتى أحصل منه أكتر شي بحسن عليه، وما رح أقبل أطلع من المولد بلا حمص. شافك كانك زلجي على سليم، ليكون حكي أم خالد مضبوط. الواه الواه، وليش بدي أزعل على هيك واحد وعندي زينة الرجال؟ تقبرني. بالعكس، زعلت على هالمسكينة رائدة هي وأمها، الله لا يبلينا. آمين يا رب آمين. صعي حبيبي، أنا زعلانة منك. ليش تزعلي؟ ما عارف اللي زعلك، قليلي ليش؟ معقولة ما بتسأل عن ابنك اللي ببطني؟ ولا بتسأل شو مشتهي؟ شو مشتهي؟ مشتهي طقم ذهب مزوزع من عن صاحبك مهيوب. هو شو فهم ابنها؟ بيفهم ابن عمي بيفهم، إلا إذا حابب تطلع له وحمة لا سمح الله. لا لا شو وحمة لا سمح الله، بس أنت أعطيني هيك كم يوم، والله ما معي مصاري. ما معي بكرة يا ما، والله رح أزعل منك. بعدين شو صار بطابو البيت؟ معقولة لا معك مصاري وراهن البيت كمان؟ لا بدي أحكي لك هالسيرة، بس خليها بيني وبينك. أحكي ابن عمي أحكي، سرك كبير. ولك أنا طلعت راهن بيت أم خالد وبيتك وقابض المطاري، وما عم بتذكر وين حاططهم. لك شو هالحكي؟ شو عم تحكي أنت؟ إيه والله. يا لطيف. وين هالغيبة ام فوزي؟ لك شو وين هالغيبة؟ عبدنيك مالك عرفانة انه الحارة قايمة وقاعدة فوقاني تحتاني. عن جد سليم ممكن تروح عليه؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا سور، شكلها قاعدة. شبكي؟ ضني ايه؟ لا هاد اللي بتركني وبيلحق بنت عمو. هلا ايمينا من هالسيره، صحيح تاكدت لك من قصه رهينه البيت، مو بس بيتك المرهون وبيت ام خالد كمان. ادريت
مشان هيك حضري حالك اليوم بده ينزل الولد. هي علينا، خلصنا بقى من قصة الولد، طالما كانت قصتك انك تاخدي البيت والبيت طلع مرهون، خلص شيليها من بالك. لا هيك بزيد على ام خالد، بلكي طلعت هي اللي مخبية المصاري، ساعتها بدها تطالعن لحتى تفك حالة من البلوة اللي رح تنزل على راسها. ايوه بعدين اولت على اخرته بده ينزل الولد. اي مزبوط معك حق. شو زعلانة عليه لسليم، يا حسرتي عليه بس شبابه يا حوينته. لكان الختايرة بيضلوا قاعدين والشباب الحلوين بيروحوا. أهم شيء إنه ما بيعرفوا قصة سلمى. خليني ركز منيح هلأ بوردة رائدة. مرحبا. أهلين أبو خالد. بلم هلي. إن شاء الله جبت لي مصاري الرهنية. الله رح ينفجر رأسي وما كنت أعرف وين المصاري. خير إن شاء الله. وهي ليكني أنا عم أستناه خوش لسه معك وقت. ها أتاكل هم، أتاكل هم منو؟ الله وكيلك، مصرياتك رح تأخذهم على دوز بارا. بدي من عندك هيك شي طوق دهب يكون مرتب. لمي لحرمة مستوية بالخمسين ولا لبنت صغيرة بالعشرين؟ قلي لشو؟ لا العشرين. ايه مو تكرم عينا، راح ارجيك طو بيسبي سبي. شف لي يا. لا بس هذا هيئته غالي كتير، اخف اخف شوي. بدك اخاف؟ ايه تكرم عينا. لا فيني هودا. تعال هذا منيح؟ ايه منيح، هاد ماشي حاله مشو بيشكي منيح. هاي راح لفلك يا اخي الحريم، بحبوا الكشكشي والذهب والهدايا والتسيد العارفي. وضروري ها، ضروري كتير ضروري. لك السلام عليكم. ألف السلام ورحمة الله. من حاب خالي؟ ايه. شو صار مشان عادل والمحروسة بنتك؟ لا أنا خير إن شاء الله، خير إن شاء الله خير، بس يهدف لنا هالكم يوم إن شاء الله بنقرأ الفاتحة. يا خير. ايه. ألف مبروك عمي عادل. يا الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ضرورية جوازتي من بنت أبو خالد معلم؟ لك هذا الشيء من مصلحتك، بكرة بيصير عندك بيت وبتزبط أمورك. يا سيدي اعتبرها مكافأة على الشيء اللي عملته. شو أصلاً أنا ما قبلت يرهن بيته إلي لأنه اتركوا هذا البيت مشانك أنت. شباك بس أنا بعرف إنه الجماعة وضعهم مكركب. إيه بس أنا اتفقت مع فوزي مشان تشتغل بهذا الموضوع، وإذا ما طلع لك البيت أخي نحن منفقسه. لا تأكل هم. يلا يا رب يلا. زول زول. ايه ابن عمي. انزلي 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 بسرعة، انزلي انزلي يا حبيبة قلبي انزلي. ها شرفي، وهي طقم الذهب اللي امرتي فيه ان شاء الله انه يعجبك. ايه ماشي حاله مع انه خفيف شوي، ان شاء الله يشبع عينه للولد. ولك ان شاء الله الف مبروك. والله بالبالك بالبال القمر هيك ذهب. الله يبارك فيك. لك شو بك زور؟ زور حبيبي شو بك؟ وجعتي لابو خالد. يا قلبي شو عامل؟ روح نادي لك فوزي. ليلتك سودة يا أم خالد، وهيك بعرف إذا المصاري معك ولا لأ.